إذا عندي هذا راح أخذ هذا السيستم راح نطلع هذا على مجموعة فورسز. شو الفورسز اللي بتأثر على الماس اللي موجودة هون؟ في عندي 3 فورسز مش هيك؟ الفورس الأولى شو هي؟ الفورس الخارجية اللي داخل عندي من الخارج اللي هي F بتأثر على M. شو الفورسز الثانيات التنتين؟ والفورس تبعت الداخل. تتذكروا حكينا من الحسابات لو طلعنا وحللنا من المبادئ الأساسية راح نلاقي إنه عادة K الفورس الزنبرة بتعاكس الفورس الخارجية والفورس الداخل بتعاكس الفورس الخارجية. إذا أنا لو رسمت free body diagram حوالين M الماس M راح نلاقي إنه في عندي F of T شد في اتجاه وفي عندي F تبعت الزنبرة نسميها F K of T بشد بهذا الاتجاه F damper B of T بشد بهذا الاتجاه. إذا لو طبقت قانون نيوتن الثاني على هذا شو بعطيني؟ بعطيني إنه النت فورس اللي هي F of T minus F of K of T minus F B of T شو بتساوي؟ M P. أوكي؟ أنا هاي بدي أرسمها كبلوك دايجرام طريقة مختلفة عن اللي حليناها قبل هيك عشان أقدر أفهم كيف ممكن أستعمل البلوك دايجرامز وأبسط البلوك دايجرامز. إذا أنا راح أرجع بتكرير السيميلينك حكينا شوي عن السيميلينك راح آخذ أنا هون سامينج بوينت والسامينج بوينت راح أدخلها ثلاث إنبوتس بعد حطيت أنا بلس ماينس ماينس بلس ماينس ماينس وراح آخذ الفورس اللي جاي من الخارج اللي هي F of T بعدين عندي راح يجي لي فورس اللي هي تبعت الزنبرك راح احطها K of T والفورس تبعت الدامبر F B sub T of T. هدول النت تبعهم شو راح يعطيني؟ F net خلينا نسميها زي بدكم F net اللي ضل مش هيك؟ هلا هاي إذا أثرت فيها على إذا أثرت بالفورس هذه على ماس إذا قسمتها على M شو راح تعطيني؟ Acceleration. لكن Acceleration شو بتساوي؟ بتساوي B dot أو بتساوي X double dot مظبوط؟ طيب إذا كاملت إيه شو بتعطيني؟ إذا عملت تكامل على إيه شو بتعطيني؟ شو كيف بكامل؟ إيش بدخل؟ ايش في بلوك التكامل ما حكينا عنه؟ واحد على اس هو بلوك التكامل. مش اس اذا لما بضرب في اس شو بعمل؟ بشتغل. اذا لما بقسم على اس بتكامل. اذا هذه A of T هون شو راح تكون هذه؟ B of T مضبوط؟ طيب لو تكاملت مره ثانيه شو راح يعطيك؟ اكس اوف تي. اكس اوف تي. ونفترض انه الاوتبوت عندي هو اكس اوف تي، اذا الاوتبوت تتحقق عندي جاهز مضبوط، بس في شيء لسه ناقص بهذا السيستم. هذا مش كامل البلوك دايجرام، في اشياء ناقصه ما حطيتها مضبوط. كيف ممكن اكمل الان؟ طلعوا لي على الفورس التنتين هون وايش موجود عندي؟ شو الفورس الاولى سبرينج؟ على ايش بتعتمد؟ على اكس. على الديسبليسمنت على اكس مضبوط؟ شو العلاقه بين اكس واف كي؟ كي. إذا لو أخذت الآن X الآن ضربتها في كونستنت، إيش تنتج كونستنت اللي بضربها في كي؟ كي. شو بيصير عندي هون؟ أبل كي. شو بضرب شو بفعل؟ طيب شو كمان؟ البي. بي عايش في عند رقم. فلوس على البي. لو أخذت البي هون ضربتها في بي، شو بيصير عندي هون؟ الماينس اوريدي موجودة هون، إذا خليني أعملها إلى الخارج، وراح نجيب الآن القلم الأحمر. إن شاء الله صار السيستم صار عندي الإنبوت تبعه مظبوط، إيش الإنبوت له؟ وشو الأوتبوت منه؟ إكس أوف تي. إكس أوف تي، وصار عندي هلا هذه الترانسفير فانكشن موجودة هون. ترانسفير فانكشن هلا لو بسطت هذا شو لازم يطلع معي؟ لو اخذت هذا السيستم كله وبسطته من الداخل شو لازم يطلع معي بالنهايه؟ ترانسفير فانكشن تمام احسن. شو كانت الترانسفير فانكشن؟ بين متذكرينها اللي كانت بين واحد على ام اس سكوير زائد بي اس زائد كي. اذا السؤال اللي احنا بنساله الان هل هذا بيساوي هذا؟ مفروض
اذا هذا المفروض اذا بسطت هذا السيستم او عملت شيء اسمه بلوك دايجرام ريدكشن، اذا بعمل بلوك دايجرام ريدكشن لهذا السيستم شو المفروض يتحول هذا السيستم لهي النقطه اللي موجوده. ماشي، واضح السؤال؟ لسه ما بنعرف شو الجواب بس واضح واقفين شو السؤال. المفروض هذا السيستم اللي بنيته انا من المبادئ الاساسيه هي قانون نيوتن الثاني، هي قانون السبرينج، هي قانون عفوا هذا قانون السبرينج، هي قانون الدامبر. قانون الدامبر هو مضبوط، مش هذا قانون الدامبر. شو بقول هذا؟ بقول انه الفورس اللي بتاثر فيها الدامبر بتتناسب مع السرعه تبعتها. بتقول انه الفورس اللي بتاثر فيها سبرينج بتتناسب مع هوك سلو، هذا هو هوك سلو، هذا هو قانون الدامبر، وهذا قانون نيوتن الثاني. مجموع الفورسز اللي بتاثر على ماسها بتعطيني الاكسلريشن، اف بتساوي ام اي، او الاصح قانون يقول انه اي شو بتساوي؟ اف على ام، مش هيك؟ اف على ام عم بتعطيني اي. اذا هذا السيستم الان قدرت اني ابسطه اعمل فيه تبسيط من هون ابسط السيستم راح اقدر اوصل، المفروض اني اصير اوصل لهي. راح نكمل هاي في المحاضره الجايه، نكمل هذا التبسيط.